برحب بحضراتكم من المكان اللي انا واقف فيه، بركه غليون. بركه غليون للاستزراع السمكي هي الحقيقه جسر للامل. بعد ما كانت النقطه اللي انا واقف فيها دي، اللي هي تقريبا نقطه او على شكل لسان ممتد في البحر المتوسط، البحر المتوسط موجود وفرع رشيد موجود هنا، دي نقطه في النص. النقطه دي كانت هي اقصر طريق للموت، كان مراكب الموت بتنطلق من المكان اللي احنا موجودين هنا فيه في كفر الشيخ، اللي عليها دلوقتي مزارع بركة غليون للاستزراع السمكي، للخير، للحياة، للنماء، للأكل والشرب. في الجزء ده كان زمان في مناطق كده مفتوحة، ما كانش فيها ناس، كانت الناس حاطة ايديها على هذه الأرض، كانت الحقيقة يعني حاجة يرثى لها، أما الآن بتتحول إلى الأمل، بتتحول إلى الخير وإلى المستقبل. النهاردة احنا موجودين عشان ننقل لحضراتكم الصورة على الأرض. ورايا الأحواض السمكية اللي حضراتكم شايفينها، دي المرحلة الأولى في بركة غليون، بنتكلم على حوالي 5000 فدان. كمان في المرحلة الثانية اللي هي جاري إنشائها، حوالي 6000 فدان. هنا موجود في المكان اللي أنا واقف فيه في المرحلة الأولى أكتر من 1500 حوض للاستزراع السمكي. هنشوف مع حضراتكم في الحلقة دي كل المراحل اللي بتمر بيها عملية الاستزراع السمكي، عشان نشوف أجود أنواع الأسماك اللي بتخرج من هذا المكان اللي بيتحول نقطة خير ونماء، مش بس للناس اللي بتستهلك الأسماك، ولكن ل يعني حوالي 15000 أسرة من الأسر اللي عايشين في هذه المنطقة من كفر الشيخ. هنلاقي الأسر دي بعد ما كانت بتبعد ولادها في مراكب الموت في البحر المتوسط، بدأت النهاردة هؤلاء الشباب وهذه الأسر وهذه البيوت تبعت ولادها عشان يشتغلوا في هذه المزارع وفي هذه المصانع الموجودة هنا، من مصانع أعلاف، من مراكز للتطوير البحثي والتجارب الإكلينيكية اللي بتجرى هنا في هذا المركز المهم أو المصنع المهم. كمان هنشوف حاجات، مصانع كتير مكملة للصناعات السمكية والاستزراع السمكي، كل ده موجود هنا في بركة غليون. فأنا برحب بحضراتكم وأهلا بيكم في هذه الجولة اللي هنتجول فيها في أماكن مختلفة داخل بركة غليون. هكذا يمكننا وصف هذا المشروع القومي الكبير الذي يعتبر منطقة متكاملة للثروة السمكية في محافظة كفر الشيخ. إلى جانب الأحواض السمكية العملاقة، أقيم هناك 4 مصانع لتكون بمثابة بيئة شاملة للمشروع، وهي مصنع الفوم ومصنع الثلج ومصنع البروسيسنج ومصنع الأعلاف. أما مصنع الفوم فقد أقيم على مساحة 1400 متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 كيلوغرام فوم، حيث يستهدف إنتاج عبوات الفوم لحفظ البرودة، بحيث تكون محكمة الغلق ما يبقي الأسماك في حالة طازجة من الإنتاج وحتى البيع للمستهلك. مصنع تجهيز وإنتاج وتعبئة الأسماك البروسيسنج، حيث يقع على مساحة 20000 متر مربع داخل المدينة الصناعية، وبطاقة إنتاجية 100 طن يوميا بواقع 70 طن أسماك و30 طن جمبري، وهو مصنع معقم بالكامل ويمتاز بأقسامه المتطورة ومراحله الدقيقة. ويضم مصنع الأعلاف وحدة متخصصة للأسماك البحرية بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 120 ألف طن سنويا لأعلاف تلك الأسماك، و180 ألف طن سنويا لأعلاف الأسماك النهرية، ووحدة أعلاف الجمبري بطاقة إنتاجية نحو 60 ألف طن سنويا، ليرفع هذا المشروع الثروة السمكية في مصر بنسب تزيد عن 75%، بما يمكن من توفير احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة. من مصر، طارق أحمد. عشان يكون في انتاجيه في الدوره السمكيه الواحده هنا في المرحله الاولى بس 7000 طن اسماك في الدوره، اعتقد ده زي ما قلنا من شويه بيحتاج علم، بيحتاج مجهود، بيحتاج خبرات متراكمه. عشان السمك ده ياكل ويوصل للاوزان والاحجام ونوعيه او جوده السمك، ده محتاج غذاء من اول الزريعه لغايه لما يكبر. احنا موجودين هنا في وحده ممتازه جدا ومتميزه جدا
من المراحل المهمة لتكوين السمك عشان نوصل للأسماك الجميلة والأحجام الكبيرة والنوعيات الممتازة اللي موجودة هنا. خلوني أرحب بضيفتنا الكريمة ونتعرف بيها. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ مساء. نتشرف بحضرتك. سامي علاء الدين. دكتورة سامي علاء الدين، احنا هنا دكتور في وحدة انتاج الطحالب، مش كده؟ طيب الوحدة دي مهمتها ايه؟ انا شايف حواض فيها مية خضراء وفيها طحالب وحاجة كده ممتازة. الوحدة دي هي وحدة انتاج واستزراع الطحالب، طبعا هي من اكبر الوحدات اللي موجودة في المفرخات عامة، يعني المفرخات البحرية. انا عندي هنا الوحدة دي تعتبر بداية مرحلة التفريخ، بداية شغلي، لان انا هبدأ اجهز. يعني انا قبل ما ببدا التجهيز للامهات، انا ببدا اشتغل عندي هنا في الوحده دي. الطحالب اهميتها بالنسبه للسمك ايه؟ انا اعرف ان في البحر بتاخد منها غذاء، بتتغذى على الطحالب، حاجه كده. ايه الدور اللي بتقوم بيه الطحالب في عمليه تربيه الاسماك؟ هو اول حاجه الطحالب دي ككائن حي، ده نبات بيعمل كل الخصائص النباتية في المية، يعني هو بيزود المية بالأكسجين وبيسحب النيتروجين، بيقلل نسبة الأمونيا، في عناصر كتير جدا اللي أنا بغذيها للطحالب دي، بعد كده المية السمك بيستفاد منها من المية. طبعا غير ان هي الطحالب دي بتحفز الجهاز المناعي لليرقة، بتعمل إظلام طبيعي للحوض، بتعمل بيئة زي في البحر بالظبط، مماثلة للبيئة البحرية. بتتاخد من هنا الطحالب، تروح فين بقى؟ الطحالب بتتاخد من هنا عندي عن طريق الترومبة دي، تمشي في المواسير دي كده، أنا بضغط عندي هنا على اللوحة، تبدأ الطحالب تتنقل للعنابر اللي جنبي. اللي فيها الزريعة بقى، اللي فيها أول حاجة الروتيفر. الطحالب دي الغذاء بتاع الروتيفر. والروتيفر ده بيكون بداية التغذية بالنسبة للرقة. جميل. حيوان صغير مهم جدا جدا، نسبة بروتين عالية لليرقة، لأن اليرقة دي لو اتغذت في الأول تغذية سليمة، أيوة، وجهازها المناعي كان كويس وتكون التكوين كويس، تمام، بعد كده المراحل اللي بعد كده بالنسبة لها هتبقى أسهل. يعني أنتوا هنا بتنتجوا الأكل المبدئي اللي على أساسه الروتيفر، اللي هو اتفضلي أول حاجة بياكلها الزريعة دي اللي بتنتج هنا. بالظبط، اللي بتنتج هنا، وكل ما تكون جيده كل ما تكون الزريعه صحتها جيده وتكبر بشكل افضل. اكيد طبعا، صح كده. الروتيفر ده وسط، زي وسط شفاف كده، انا باخد بنقل فيه الحاجه اللي انا عايزه اوديها للرقبه بصوره غير مباشره، تمام، بوديها للزريعه عن طريق الروتيفرايه دي. طيب حضرتك يا دكتور، العمليه دي اكيد ليها تحضير تاني بتعملوه، مش كده؟ البداية عندي بتكون الأحواض اللي حضرتك شايفها دي كده، آخر مرحلة قبل ما انقل للأحواض اللي بعد كده. طيب دكتور نادية، احنا هنا موجودين في واحدة من الثلاث مراحل لإنتاج الطحالب اللي بتكون غذاء أولي للزريعة. طيب ايه المرحلة اللي احنا فيها دي والجراكن الخضراء اللي احنا فيها؟ المرحلة دي اللي هي المرحلة الوسطية بعد المعمل على طول. بعد المعمل؟ بجهز عندي بعد مرحلة المعمل، لازم علشان النمو بتاع الطحالب يمشي بصوره سليمه، كويس، ما يحصلش عندي اي دروب، ما يحصلش مشاكل، ابقى متابعه، لان انا اي مشكله بتحصل عندي هنا هتاثر اكيد على الموسم بتاعي، لان الموسم مش عايز اي غلطات. انا ببدا اجهز من قبليه بفتره كبيره علشان ابقى جاهزه، ما فيش اي مجال للخسائر ولا اي مشكله تحصل. الزملاء هنا انا شايف انهم شغالين على الخراطيم المتوصله بالجراكن دي. الخراطيم دي بتدخل هواء علشان يقلب الطحالب دي بصوره مستمره، بيقلب الطحالب علشان تفضل موجوده في عمود الميه، والعمليات كويس، كل العمليات النباتيه اللي ممكن تحصل تبقى مكمله. فانا ببدا عندي مرحله مرحله، يعني مش باخد من حاجه صغيره لحاجه اكبر على طول منها، انا يعني بشتغل بتناغم شويه، بيبقى في تناسق شويه بين
الحاجات اللي انا بخفها، يعني انا باخد من الاصغر للاكبر، منه شويه الاكبر شويه الاكبر شويه لحد بشكل ما بشكل تدريجي لحد ما يطلع بره عند. طيب وايه بقى الحاجات اللي ورا السلندر؟ دي سلندرات. السلندر الواحد من دول 200 لتر. دي المرحله اللي قبل الحوض على طول، يعني انا باخد من السلندر ده للحوض. بتبقى خلاص تقريبا كانت طحالب شبه جاهزه. بتاخد مثلا من 5 لـ7 أيام في الحوض بره، وبعد كده ابدا انقلها للزرع. كل مرحله من دول بتاخد من 5 لـ7 أيام. وكل ما تكون عمليه الاعداد هنا في المعمل اعداد الطحالب جيده، كل ما يكون في النهايه جوده السمك في المرحله النهائيه اعلى. اكيد طبعا، اي مشكله عندي هنا بتتنقل تاني للي بعدي، ويفضل تفضل المشكله مكمله. طيب اسمحي لي بقى اسال حضرتك سؤال، ما شاء الله تبارك الله الخلفيه العلميه الشاطره دي منين؟ الدراسه في الكليه. كليه ايه؟ علوم ثروه سمكيه. علوم ثروه سمكيه اللي في جامعه كفر الشيخ. ده الكليه جديده، ما بقالهاش 4 سنين 3 سنين تقريبا. احنا كنا اول دفعه. اول دفعه من الكليه. مبروك. وجيتي من الكليه اتعينتي هنا. وطبعا كان معانا الخبراء الصينيين اللي موجودين معانا دلوقتي، طبعا دربونا التدريب عالي جدا. وممارسه الشغل، يعني انا بقالي 3 سنين هنا. وطبعا دايما في تطوير مستمر، يعني دايما بيبقى في تجديد. دايما بتطلعي لو في جديد في مجال طبعاً. انتاج الطحالب بتدرسيه وبتطبقيه. اكيد طبعا، زي ما قلت لحضرتك كده الترومبه اللي بره دي. دي حاجه طبعا جديده، لسه السنه دي لسه اول موسم ان احنا نشتغل بيها هنا، وحاجه عاليه جدا. مبسوطه انك انت من بنات كفر الشيخ ودرست كفر الشيخ واشتغلتي في المشروع طبعاً. ده اللي مش بس بيخدم كفر الشيخ ولكن بيخدم مصر كلها. اكيد طبعا، الشغل في مكان زي ده اكيد يشرف، واكيد حاجه كويسه جدا لينا كلنا. شكرا جزيلا دكتوره ناديه، شكرا لحضرتك وبالتوفيق. شكرا جزيلا. هنا في بركة غليون مفيش أي حاجة متروكة للصدفة، كله مبني على العلم في كل خطوة. الحقيقة إحنا شفناها في المكان هنا كل حاجة فيها علم ووراها متخصصين بيشتغلوا عليها، سواء من دراستهم الأكاديمية أو من الخبرات اللي هم اكتسبوها هنا من الناس اللي شغالة أو من الشركة الصينية والخبراء الصينيين اللي كانوا موجودين أو بعضهم مازال هنا موجود عشان ينقل الخبرة. شيء الحقيقة بديع وشيء كله إتقان وكله علم في الإيد العاملة اللي شغالة. سيدات وشباب كل اللي شغالين هنا حاجة الحقيقة جميلة جدا وحاجة تفرح. من بين النماذج المشرفة اللي موجودة في المكان الدكتورة فاطمة نصير، وهي أخصائي تفريخ بقطاع الأسماك. يا دكتورة فاطمة أهلا بك. أهلا بحضرتك. إزاي صحتك؟ الحمد لله والله. برضو شكلك دفعة أولى من كلية الأسماك والمصايد جامعة كفر الشيخ. بالضبط. زي الدكتورة نادية كده. تمام. أظن دي تجربة كويسة إنك تتعلمي في كلية فريدة من نوعها في مصر في جامعة كفر الشيخ، ويكون أول شغلك في مكان محترف وعالمي زي اللي احنا موجودين هنا في بركة غليون. حقيقة جدا. صح؟ صح جدا. كان عندك الحلم انك تيجي تشتغلي في بركة غليون؟ كان في البداية كنا عارفين انه ان شاء الله هيبقى في مشروع وهيكون اول دفعة متخرجة هتشتغل فيه وكده، فاحنا كنا منتظرين ده يعني. كويس، عظيم. طيب احكي لنا يا دكتورة فاطمة، احنا هنا موجودين فين؟ وانا شايف الاحواض هنا كلها ما شاء الله كلها زريعة كده صغيرة عمالة تجري، يعني ايه القصة احنا بقى؟ هنا في مفرخ السمك، دي زريعة عمرها 60 يوم. بنبتدي هنا في مفرخ السمك بنجيب الأمهات، وبعدين بنبتدي نحضرها ونجهزها لعملية التفريخ. بنبتدي كده من شهر 12 نبتدي نأقلمها على المكان ونغذيها على الفريش فود زي الجمبري والسمك والسردين، ثم بعد كده بنبتدي نفرخها على وفي الوقت المناسب للتفريخ. فعلى شهر 12 بتكون درجة الحرارة المثلى للتفريخ. بعد كده بنبتدي نجمع البيض أو الإيج من على سطح المية من خلال فتحة كده موجودة في الأحواض في شبكة تسمى الإيج كوليكتور، اللي هي شبكة تجميع البيض.
ثم بعد كده بندخلها لأحواض اليرقات والزريعة في أحواض طبعا مجهزة ومعقمة. بنبتدي ناخد الجزء اللي على السيرفيس أو على السطح بيكون الجود من البيض، ونبتدي نزيل أو نشيل الجزء البيض اللي هو الفاسد يعني. بعدين نبتدي نسكن اليرقات أو البيض في أحواض اليرقات، ثم بعد كده بنبتدي نغذيها على لاي فود. في هنا قسم عندنا خاص باللاي فود، هو الغذاء الحي لليرقات في الاعمار الصغيره زي الطحالب والروتفر والارتيميا. شفنا الطحالب من شويه عند الدكتوره ناديه، حاجه جميله الحقيقه. بعد كده السمك يعني الواحد بياكلها في 5 دقايق، دي بتقعدوا تشتغلوا عليها الشهور دي كلها. دي حقيقه جدا، ده علم كبير جدا. طب انا شايف، انا اسف لمقاطعتك، انا شايف زميله حضرتك الدكتوره اللي هناك عماله ترش حاجات في الميه، هي بترش ايه ده؟ دون علف، لانه هنا مرحله الفطام. بنبتدي نفطم الزريعه من اللاي فود اللي انا قلت لحضرتك عليه. أيوة. من الارتيميا للعلف بنبتدي تمام. نفطمه في المكان ده، فهي دلوقتي بتغذي تغذيه علف. تغذيه علف. طيب والشباب بقى اللي ماسكين اطباق بيضه دي بيعملوا ايه؟ مكان العلف وبيسبب طبقه زيتيه على السيرفيس بتاعه الميه، فبيبتدوا يشيلوها زي ما حضرتك شايف كده علشان خاطر يدوا المساحه لليرقه ان هي تقدر تتغذى وتقدر تتنفس. واضح السمك يعني حقيقي اللي بيخرج هنا والاحجام اللي شفناها وجوده السمك، واضح ان متعوب عليه. دي حقيقه جدا جدا يعني، لازم كل حاجه مش تحصل اي سمك وخلاص يعني، سنسيتيف جامد جدا وكل حاجه محسوبه، لانه هنا مكان سنسيتيف جدا ولازم يكون في باي سكيورتي عاليه جدا، يعني الناس ما تتنقلش من اماكنها، في تعقيم. واهم حاجه في عمليه التفريخ، احنا قبل ما ندخل كان في حوض برمنجانات بوتاسيوم، حطينا رجلنا في الحوض يعني تمام، عشان طبعا الكونتامينيشن ده اهم حاجه يعني. بعدين هنا اهم حاجه في عمليه التفريخ ان تكون الميه تكون جيده، عشان كده هنا في المفرخ غليون بيمتلك اكبر مرحله فلاتر على احدث مستوى زي فلاتر درام فلتر وساند فلتر والالتر فايلوت والبروتين سكيمر وكذلك يعني. طيب بيطلع من هنا بقى الزريعه دي بعد ما بتهتموا بيها بالشكل ده بتروح فين؟ بنبتدي نعمل لها ماركتنج من هنا بالتسويق. في الاول بتكون بتتغذى على لايف فود، بعدين لما بتوصل لهنا بعد 90 يوم ل 95 يوم بنبتدي نعمل لها ماركتنج، سواء بنحطها في مزرعتنا او اي بيع يعني. وفي بقى مزارع تانية بقى خاصه او حاجه بييجوا يشتروا الزريعه دي عشان يربوها في مزارعهم تمام. او ان هي بتيجي بقى في الاحواض بقى الكبيره اللي احنا موجوده هنا في بركه غليون دي، اللي اتنين فدان الحوض وتتربى فيه لغايه ما تكبر وتدي الاحجام الكبيره دي. احنا هنا الحمد لله يعني بننتج انتاج يخلينا نوزع كمان، لان احنا هنا هدفنا ان احنا ننتج 10 مليون يرق زريعه اروس و10 مليون زريعه دنيس. 10 مليون زريعه اروس يعني 10 مليون سمكه صغيره و10 مليون زريعه دنيس. و10 مليون زريعه دنيس ده، دي ارقام، ده في الدوره السمكيه الواحده. ايوه ما شاء الله، ده حاجة عظيمة جدا يا دكتورة. أنا بشكر حضرتك وربنا يقويكم. شكرا دكتورة فاطمة، شكرا لحضرتك. كل خطوة احنا اثناء جولتنا هنا في بركة غليون بنلاقي ان الموضوع في علم وفي تكنولوجيا وفي ابحاث، مش مجرد زريعة او تقاوي بتتحط في حوض والحوض ده يتحط فيه بعد كده اكل او غذاء للسمك فيكبر فيتاكل بالهنا والشفا. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير، وراء علم وراء ابحاث وراء تطوير وراء خبراء. النهارده واحنا موجودين في هذا المركز المعني بالابحاث وبالتطوير لازم نتكلم مع العاملين بالمركز ونتعرف على التكنولوجيا اللي بيشتغلوا بيها وكمان الخبرات الحقيقه كمان اللي اكتسبوها واللي بيضيفوها لهذا المكان يوم بعد التاني. برحب باحد الخبراء هنا الموجودين في المركز الدكتور عمرو. مساء الخير دكتور عمرو. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، منورنا. الله يسلمك دكتور عمرو. انا حاولت ان انا اجتهد في المقدمه وان انا اشرح اقول حقيقي انطباع شخصي ان في ابحاث وفي تطوير، الى اي مدى انطباعاتي دي صدفه الحقيقه عندكم؟ مبدئيا يا فندم احب اعرف بالمكان اللي احنا فيه، مركز الابحاث والتطوير غليون ده عباره عن مجموعه من المعامل، هي المعامل المرجعيه للوحدات الانتاجيه اللي موجوده هنا داخل هذا المشروع تمام. هو مشروع متكامل، وحدات انتاجيه متكامله، فلازم يكون في مرجعيه للنتائج
والاختبارات اللي بتتم على كل المنتجات اللي بتطلع من هذه الوحدات. كل المنتجات دي لازم تكون مطابقة لمواصفات قياسية محددة عشان تديني في الآخر منتج نهائي ذو جودة عالية مطابق للمواصفات آمن بيلبي متطلبات العملاء في الخارج يعني وفي الداخل. من حيث الوقاية مثلا من الأمراض الموجودة تمام. مثلا في الأسماك أو تمام. تجويد نوع الأعلاف مثلا أو صحيح. التحلل بتغذوا عليها بالضبط يا فندم هو احنا مثلا هندي مثال بسيط مثلا بداية العملية هنا كاستلام مواد خام مثلا داخلة لمصانع الأعلاف بتاعتنا على اختلاف أنواعها إن كان أعلاف بحرية أو أعلاف بحرية أو مية عذبة أو زريعة كل المواد الخام لازم تمر الأول على المعامل بتاعتنا عشان تطابق المواصفات القياسية المطلوبة للمنتج النهائي تمام عشان نتأكد ان هي ذات جودة عالية بتدي محتوى غذائي مضمون وخالية من الأمراض تمام بعد المرحلة ديت بيتم عملية التصنيع بيمر برضو لازم احنا برضو بناخد تشيك وناخد عينة وتمثل الباتش للمنتج اللي هيدخل للمزرعة تمام برضو بنعمل عليه هو لسه زريعة حاجة صغيرة لسه قبل ما اما يروح لحواض بالظبط ده بالنسبة للأعلاف بالنسبة للمفرخات المفرخات هناك طبعا مجموعة من الأطباء البيطريين وخريج علوم الثروة السمكية عندهم برضو الشغل الخاص بيهم احنا لنا بارامترز وتشيك على بعض المعايير الجودة الخاصة بيهم كجودة المياه جودة العلف المقدمة للزريعة تمام بيتم بشكل دوري بيبعتوا لنا عينات عشان في تشيك دوري للحاجات المقدمة للزريعة دي عشان تقلل نسبة الخسائر وتحافظ على جودتها وتحافظ ان هي ما يتنقلهاش اي امراض تمام بعد كده بتنزل الزريعة دي بتروح طبعا للمزرعة تمام بيتم عملية الاستزراع السمكي برضو المزرعة احنا لنا فحوصات دورية تكاد تكون بشكل يومي تمام لجودة المياه بشكل دوري اي مشاكل بتظهر برضو في المزرعة فورا بيتم ارسال عينات الى مركز الابحاث والتطوير لمعرفة اسباب ومسببات الامراض او المشاكل اللي بتحصل ودراسة المشكلة من بدايتها ولدرجة ان احنا يعني ممكن حتى يبقى في تشريح ممكن يكون في زراعة لبعض أنواع البكتيريا أو الفيروسات اللي ممكن تسبب أمراض معينة فالحمد لله يعني المعمل متكامل من ناحية الأجهزة المعملية اللي موجودة فيه الاستاف اللي موجود فيه وتطوير كمان يعني لو في أبحاث جديدة وتطوير بالضبط يا فندم يعني مثلا آخر حاجة احنا شغالين عليها البروبيوتيك البروبيوتيكس دي مجموعة من البكتيريا النافعة اللي بتنافس البكتيريا الضارة المسببة للأمراض فده مثلا مشروع من المشاريع اللي بتقوم به المزرعة حاليا واحنا الحمد لله معاهم على التوازي بناخد عينات وبنشوف مدى فعالية هذه البروبيوتيكس المستخدمة عشان نقاوم الأمراض ومسببات الأمراض كوقاية ان احنا ان شاء الله ما يحصلش عندنا فقد او خسائر وفي الاخر نوصل لانتاجيه كويسه منتج كويس يليق بالمواطن ياكل سمكه كويسه مش على قد ما بياكل سمك وخلاص ولكن يبقى قيمه غذائيه كويسه وما فيهوش اي امراض ضاره يعني بالظبط وده شيء اعتقد مش سهل ان هو يتحقق لا يعني. طبعا يعني احنا على مدار 24 ساعه في رقابه دوريه على جميع المواد الخام اللي داخله جميع المنتجات اللي خارجه حتى المنتج النهائي بيتم برضو فحصه واخذ عينات منه عشان اطبقه بالمواصفات والحمد لله المركز هنا حصل على شهاده الجوده الايزو 17025 دي اللي بتؤكد دقه النتائج بتاعتي عشان برضو ان النتائج بتاعتي تكون مضمونه وتكون أكيد. دقيقه عشان تدي انديكيشن معين للدكتور اللي بيستعين بالنتيجه بتاعتي يقدر يشخص كويس يقدر يدي علاج كويس فالحمد لله يعني المكان هنا متكامل اجهزته بستاف يعني تمام عظيم احنا الحقيقه بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لكم كل التوفيق حاجه مشرفه وحاجه كلنا بنفخر بيها الحقيقه شكرا جزيلا العفو شكرا لحضرتك ربنا يخليك شكرا